جرواسون رائع، حش وشهي، رأيكم؟ كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بصحة وبخير يا رب. اليوم احبه رح نعمل قطب كرواسون على شوكولا وعجبنه. كيف طريقة التحضير؟ طريقة التحضير كتير سهلة، تابعوني لنهاية الفيديو وشوفوا انا كيف انا بعملهم. اولا احبابي بالبداية ما بحاجة لجات، اكيد انا بحاجة لكوب ونصف من الماء الدافية، هذا النصف. بدنا ملعقة من الخميرة، الخميرة الفورية، بالإضافة إلى ملعقتين من السكر. عنا ملعقة وهيدي الثانية، بالإضافة إلى ملعقة من خل الأبيض، ملعقة فقط، بالإضافة بدنا ربع كوب من الزيت النباتي، هذا الربع كوب، وكوب من الحليب، بالإضافة إلى الفانيليا، هذا الشكل، وبالإضافة لأحبائي رشة من الملح، رشة صغيرة، هذا الشكل، ورح نحرقهم. هلا هون احبائي بالإضافة انا رح ضيف 5 كوبايات من الطحين او الدقيق الابيض. عنا اول كوب، بسم الله، تاني كوب، ثلاثة، الرابع، وهيدا الخامس. هلا نحنا رح نباشر بخلطهم، واذا حسيتوا انه العجينة بعد بدها طحين منضيف. هون انا رح ضيف بعد كوب، حنضيف كوب بعد، يعني نحن هون ضفنا 6 كبايات. رح نقوم هاي ونبلش حرك بايدنا. إذا حسيتوها دايما للعجينة بعد بدها طحين منضفلها حتى تصير هيك معانا طرية كتير، وأهم شي بهيدي الوصفة الدعك المنيح. وهون مثل ما شايفين نحنا دعكناها لازم تكون بهيدا القوام، شفتوا ما شاء الله. هلا رح اتركها ترتاح ما يقارب 10 دقايق وبرجع لكم احبائي. منجيب اي فوطة منغطيها بهيدا الشكل. هون حبايب بعد 10 دقايق لكم ما شاء الله. هلا شو رح نعمل نحنا؟ رح نجيب شوية طحين نحطهم بهيدا الشكل، نقيم العجينة. هيك إذا بتلاحظوا بعد 10 دقايق كيف صارت تتغير كليا. هلا رح نعملها هيك بالطول، بهيدا الشكل، ونقطعها. نعملن على هيدا الشكل دوائر. طبعا
طريقة صدقوني كتير سهلة لعملين الكرواسون. هلا شو رح اعمل؟ نحطهم هيك على جنب. رح نجيب المشبك، رح نجيب اول وحدة ونفردها. ليكونوا كلهم نفس الشكل ونفس الحجم. هذا الشكل نعمل على شكل دائرة. منجيب صينية ومنحطها. كمان رح اعمل الباقيين احبائي نفس الشيء. اوكي، وحطها فوقها. رح خلصهم كلياتهم وبرجع لكم احبائي. وهون حبايب قلبي بعد لنا اخر وحده. هلا تشوفوا النتيجه النهائيه شو رح تكون، كتير حلوه. هلا شو رح نعمل؟ هلا بعد ما انا خلصتهم بهيدا الشكل، شفتوا؟ شو رح اعمل؟ انا عندي هون الزبدة، مثل ما شايفين الزبدة مدوبيتها انا. هلا شو رح اعمل؟ رح نجيب اول وحدة هيدا الشكل وندهن عليها الزبدة هيدا الشكل، منغمسها تغميس بالزبدة. صدقوني جربوها لهيدي طريقة الكرواسون، رح تنال اعجابكم اكيد. كمان نحط التاني فوقها ومندهن. طريقة كتير سهلة. كمان ومنضل نحط. وهون حبايبي اخر وحدة اللي عنا ما منحط عليها ابدا، منحطها بهيدا الشكل، ما بقى منحط على اخر وحدة. هلا شو رح نعمل؟ رح حطهم بالبراد ما يقارب ال 15 دقيقة ربع ساعة. من بعد ربع ساعة رح برجع لكم. بس ملاحظة، كرمال الزبدة تجمد لأقدر أنا أرجع مدها. يا حبايب قلبي، من بعد ربع ساعة 20 دقيقة أنا شلتهم من البراد. هلأ رح شيلهم بهيدا الشكل وحطهم هون. رح نجيب الشوبك ونفردهم. وبنفردها تعطينا دائرة. نحاول تكون كلها على سوا بعضها، دائرة متساوية. هلا منجيب القطع ومنقطع مثلثات او مثلثات بهيدا الشكل. هلا من فوق منقطعهم هيك. انا عندي هون يا حبايب قلبي الجبنه، رح نحط الجبنه بهيدا الشكل ونبرمها. طريقتها كتير سهله، بنصحكم انكم تجربوا هيدي الوصفه، وبتمنى ان تكتبوا لي تحت التعليقات شو ارائكم. سهله كتير كتير. كمان بحط شوي صغيره، ما منكتر، ونبرمها لانه هيدي الجبنه عنا بتسيح.
وكمان رح احط جبنهم كمان. انا رح اعمل شوكولا وجبنه، فيكن انتو تعملوا تحطوا كمان الزعتر اذا انتو بتحبوا. هلا انا بطبيعتي كتير بحب الجبنه، فكترت الجبنه اكتر من الشوكولا. هون عم نعمل شوكولا، هون يا حبيب قلبي انا خلصتهم. هلا انا شو رح اعمل؟ رح اتركهم ساعة ونص حتى يتخمروا. هلا انا رح اغطيهم واتركهم ساعة على جنب، وبهالوقت انا بحاجة لصفار البيضة فقط والملعقة من الحليب. وهلا رح نحط، نحن بس بحاجة مثل ما ذكر لصفار البيضة وملعقة من الحليب، وبنحركهم. وهون يا احبه بعد مرور تقريبا ساعة ونص اسم الله اختمروا عنا. هلا انا شو رح اعمل؟ لازم نتركهم لهالوقت لحتى يتضاعف حجمهم. انا رح ادهنهم بالصفار البيض والحليب، ادهنهم كلياتهم. بتمنى اذا عجبك الفيديو بتمنى انك تكبسي لايك وتعملي له شير وتشتركي بالقناة اذا عجبك المحتوى. وهون حاحبي عنا الحبة السوداء او حبة البركة، رح احطهم على الجبنة. وهلا رح ادخلهم على قلب الفرن. لكم ما شاء الله كيف صاروا، وهيدي تقريبا النتيجة النهائية، وهيدا شكله النهائي. وشو بدي اخبركم، طعم ولا بالخيال، شكل بعقل يعني الواحد حلو بس يعمل شي هيك من تحديات ويطلع كتير طيب كتير بينبسط. لكو ما شاء الله، لكو الجبنة يعني كرواسون سهلة التحضير، يمكن شوي بتاخد وقت بس فعلا بتعقد. بتمنى انه ينال اعجابكم يا رب، وتعملوا له شير، تحطوا له كتير لايكات حتى يصل اكبر عدد ممكن. وهيدا الشوكولا، انا هلا صار بدي ودعكم. باي باي.